بنهاية عام 2022 وبالنظر لملفات المحترفين ستجد أن محمد صلاح ما زال يحطم الأرقام القياسية على مدار العام، وصلاح مصر على تحقيق المستحيل. من الأحلام ما نجح صلاح في تحقيقه، ومنها ما هو مؤجل للعام الجديد. توج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022. توج صلاح بالجائزة مناصفة مع الكوري الجنوبي سون مهاجم توتنهام. الثنائي نجح في تسجيل كليهما 23 هدفا في الموسم الماضي على مستوى الأرقام الفردية. نجح صلاح في مواصلة كتابة التاريخ، وكان للفرعون نصيب من البطولات الجماعية. نجح صلاح في التتويج بثلاث بطولات مع ليفربول خلال عام 2022. البداية كانت بالفوز بكأس الرابطة الإنجليزية ثم كأس الاتحاد الإنجليزي، واختتم صلاح بطولاته في ذلك العام بالفوز بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي. ووصل صلاح لنهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام ريال مدريد. أرقام وإنجازات وبطولات هي العنوان الأبرز لمسيرة صلاح في عام 2022. صلاح كان سبباً في إسعاد الملايين، ولأنه لا يمل من تحطيم الأرقام، فإنه إذا نظرنا لترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سنجد صلاح في الصدارة يتساوى مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ولكل منهما 7 أهداف. وما زالت الأحلام مستمرة للفرعون المصري الذي نجح في عام 2022 في تحطيم الأرقام وتحقيق البطولات، ويتطلع في عام 2023 إلى المزيد من الإنجازات.